هذا السرطان الخبيث. الحقيقة هنطلع من الـ من الـ من الـ من الـ من الموضوع ده لأنه معانا هاتفيا كابتن أحمد عبد الدايم المدير التنفيذي للاتحاد الطايرة ومدير البطولة. أهلا بك يا كابتن أحمد. أهلا كابتن هيثم، أهلا بيكم قناة النادي الأهلي. منورنا على شاشة قناة النادي الأهلي، وحضرتك نجم كبير يعني، وطبعا قبل يعني كمدير تنفيذي حضرتك نجم كبير ولك تاريخك. أهلا بيك يا كابتن. الله يخليك كابتن، أهلا بيكم وأهلا بقناة النادي الأهلي في كل البطولات المصرية خاصة كرة الطايرة. والله إحنا شايفين البطولة وشايفين تنظيمها، وكان في ضيوف كتير من الإخوة العرب معانا على الهاتف أو بالتواصل معانا في أرض الملعب. الناس بتشكر في التنظيم، يعني عايز رؤية حضرتك وتعليقك على ده. يعني الحمد لله على يعني التنظيم عامة في مصر في جميع البطولات خاصة البطولات العربية، إن إحنا في تعاون مستمر مع الاتحاد العربي برئاسة الشيخ علي، ويمكن بنسب يسند معظم البطولات في مصر الاتحاد المصري لكرة الطايرة لتنظيم البطولات. عشان كده يمكن مصر غنية بقياداتها ومنشآتها وبرجال الرياضة المصرية خاصة الكرة الطائرة في تنظيم هذه البطولة. البطولة دي رغم خسر الوقت وعدد الفرق، لكن الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس خالد ناصر قدر إن هو يبقى فيه منظومة للكرة الطائرة سواء من ناحية تنظيمية أو من ناحية فنية. ويعني إحنا متعودين كمصر أي اتحاد موجود سابق أو حالي في موضوع التنظيم ده يعني شيء متميز في مصر. نتمنى التوفيق ان شاء الله في المرحله القادمه. طب كابتن، يعني كاتحاد جديد وحضرتك لسه متولي المسؤوليه جديدا يعني كمدير تنفيذي، يعني اهميه البطوله دي في توقيتها ايه؟ يعني توقيت لسه في بدايه موسم، مشاركه يعني اخوه عرب، يمكن شفنا كمان نادي سبورتنج بيأدي اداء كويس، ده هيفيد المنتخب. شايف اهميه البطوله دي في التوقيت ده ايه؟ يعني اهميه البطوله من ناحيتين، من الناحيه السياسيه اولا ومن ناحية الرياضية. من ناحية السياسية إن الدول العربية حتى الآن إن تعتبر مصر رائدة في الوطن العربي وإن بتشارك في كل البطولات الدول العربية. الشيء الثاني من الناحية الفنية، إن إحنا زي ما سيادتك بتقول إن نادي سبورتنج من الأندية المتميزة في مصر وأول مرة يشارك في بطولة عربية ويظهر بهذا المستوى، وطبعا مع شخص النادي الأهلي حصل على البطولة في العام السابق وإن شاء الله يعني يتوج هذا العام. فدي في حد ذاته من الناحيه الفنيه استفاده لمنتخب مصر ان فرقتين النادي الاهلي وسبورتنج العصب الاساسي لمنتخب مصر في الفتره القادمه في السيدات يكون موجودين في بطولات لزياده المباريات الرسميه والدوليه، لان الدوري المصري ما اعتقدش ان مباريات تبقى كافيه للمنتخبات، فلابد ان احنا ننظم بطولات كثيره سواء عربيه او افريقيه لزياده المستوى الفني المصري. طب كابتن احمد، يمكن حضرتك بتكون في ارض الملعب كل يوم والحضور الجماهيري المكثف اللي بيجي، يعني هل في مشاكل صدفه اللجنه المنظمه من حضور الجماهير او انصرافها؟ يعني تعليقك ايه على حضور الجماهير بالكثافه دي والالتزام اللي احنا شايفينه في ارض الملعب؟ يعني يمكن انا خدنا الاتحاد المصري خد على عاتقه كل الجماهير، ويمكن دي الحصان اللي مش هنقول يعني ايه الشيء المتميز في البطوله اكثر من يعني من الناحيه الفنيه، وجود الجماهير والتزام الجماهير سواء بالتشجيع او بالحضور او الالتزام بدون وجود اعاقه داخل الملعب او خارج الملعب. يمكن الجمهور بيدخل كل مباراه، حضراتكم بتنقلوا والشاشه موجوده وشايفين الجمهور عدده كام، الالتزام موجود من الجمهور، وده في حد ذاته زي دي انتصار للرياضه المصريه والاتحاد المصري لكره الطايره. وكمان برضو المبادره اللي حضراتكم عملتوها لدخول المباريات من غير يعني تذاكر، بيتهيألي ده يعني اكبر تشجيع. الاتحاد المهندس خالد ناصر واخد قرار ان حضور الجماهير بدون اي رسوم بدون اي تذاكر مجاني للملعب لكل الفرق سواء للنادي الاهلي او السبورتنج او لسبب ضيوف الافريقيا العربيه. الحقيقه احنا بنشكرك على ده كمان، وبنشكر المهندس خالد، لان هدف الاتحاد هو نشر اللعبه، فمش معقول مش معقول الجماهير بتعاني الامرين انها بتدفع فلوس قد كده في تذاكر مباريات كره القدم وكمان ندفعهم في العاب الصالات، بيتهيألي يعني دي مسؤوليه. لا نرحب بجمهور بدون اي تكلفه ماليه خالص يعني. طب شايف ان الجمهور كان عامل ازاي في الصاله في الثلاث ايام
وان شاء الله بكره يقدر النادي الاهلي يحصل على البطوله ان شاء الله. ان شاء الله. طب خلينا نتكلم عن بكره يا كابتن، يمكن حصل دربكه في المواعيد، عايزين بقى اخر ابديت زي ما بيقولوا او اخر. ما حصلش دربكه ولا حاجه، احنا في تنسيق بين التلفزيون المصري لان في بكره مباراه كوره، فكان قبل كده كانت النهائي الساعه 6، ففي مباراه كوره هتبتدي 7 بالاستوديو التحليلي 7:30، فلابد ان احنا كنا ناجل عشان لابد النهائي المصري الكره الطايره المصريه يكون النهائي العربي موجود على القنوات المصريه، فاجلنا اللقاء لمده ساعه، فهتلاقي الساعه 8 مساء ان شاء الله. طب المباراه اللي قبلها الساعه 6 يا كابتن ان شاء الله؟ الساعه 6 الساعه 6 والساعه 8 ان شاء الله. اذا المباراتين المواعيد النهائيه ونبلغ الجماهير نهائي المباراتين الساعه 6. نستنى على موقع الاتحاد وموقع الاتحاد العربي والاتحاد المصري وابلغنا كل الفرق. طب انتوا كلجنه منظمه والاتحاد المصري في امور جديده هنشوفها في الختام بكره في حفل الختام، هل في في جوائز ستسلم للاعبين او اللاعبات؟ هل في يعني امور غير المعتاده هتعملوها بكره في حفل الختام؟ هو كنا نتمنى ان احنا نعمل كده، لكن الظروف اللي مر بها الاتحاد المصري كره الطايره وان احنا نفقد اخ عزيز واللواء طيار اكمل تمام الله يرحمه، فاحنا خسرنا الافتتاح والختام على توزيع الهدايا الجوائز فقط، ولغينا اي احتفال. طبعا ده يعني عنصر الله يرحمه اساسي في الكره الطايره المصريه، وكان رئيس لجنه المسابقات في اتحاد الكره الطايره. يعني طبعا بنقدم خالص التعازي لانفسنا والشعب المصري ولحضراتكم كاسر الكره الطائره طبعا على طبعا وفاه الشهيد الطيار اكمل تمام الحقيقه، يعني الذي استشهد اول امس في العريش، طبعا يعني كل خالص تعازينا. لا لا اكمل تمام استشهد مش في العريش، استشهد في تدريب خاص لطياره خاصه في طريق الفيوم، فده يعني بعيد عن القصه. الله يرحمه ايا كان، كان بيأدي دوره وعلى اكمل وجه وكل التعازي لحضراتكم، بس اللي احنا عايزين يعني نعرفه هو هيبقى في جوائز احسن لاعب كمان ولا؟ في جوائز، في 8 جوائز من الاتحاد العربي، افضل 8 لاعبين في البطوله، 7 مهارات ولاعب شامل يبقى 8 غير كاس البطوله والمركز الثاني والمركز الثالث. كابتن احمد طبعا عبد الدايم المدير التنفيذي لاتحاد الطايره، شكرا جزيلا لحضرتك، نورتنا وشرفتنا الحقيقه، كان طبعا كلام مهم من رئيس اللجنه المنظمه للبطوله، كلام مدروس، كلام يعني واضح دور الاتحاد المصري كره الطايره في تنظيم هذه البطوله، كمان اكد لنا مواعيد المباريات من الساعه 6 ل 8، المباراه الاولى الساعه 6، المباراه النهائيه الساعه 8، وسبب التاجيل هو مباراه كره القدم اللي بتتذاع على قناه يعني القنوات الفضائيه، فهيكون مش عايزين اكتر عدد مشاهده او نسبه مشاهده يتحقق، فنقلوا الماتش خلوه من الساعه 6، خلوه الساعه 8، فاحنا بنناشد طبعا جماهير النادي الاهلي التواجد والتواجد بحضور بكثافه. طبعا مفيش حاجه بكره تعمل في حفل الختام، حفل الختام سيقتصر بس على تسليم الجوائز وكمان افضل 8 لاعبين بمهارات معينه، ده بكره سيتم تسليمه، لغوا كل حاجه ممكن تتعمل في حفل الختام عشان طبعا وفاه اكمل تمام او كابتن اكمل تمام احد ابناء كره الطايره ورئيس لجنه